مساء سعيد ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات حديث الغربة. كثر الحديث مؤخرا حول الزيارة ديال التنسيقية ديال الأحزاب المغربية خارج المغرب واللقاءات ديالها مع المسؤولين الحزبيين هناك. أولا ما كاين حتى مشكل انه يتم النقاش حول القضيه ديال المشاركه المؤسساتيه او المشاركه التمثيليه ديال مغاربه العالم وتفعيل فصول دستور 2011. لكن بغيت هذا حديث غربه رجع شويه للوراء ونعطي واحد الكرونولوجيا ديال الاحداث، لانه كاين اللي ما كانش متبع النضالات ديال المجتمع المدني ديال مغاربه العالم يمكن سيتفاجئ انه تقوم التنسيقيه او غيرها مبادره من المبادرات. فانا لست ضد اي مبادره، لكن على الاقل تكون مبادره نابعه من المجتمع المدني ديال منظومة مغاربة العالم، لأنه ما زلنا نتذكر المبادرة ديال دابا 2012 اللي كانت سنة 2009 واللي كانت جمعت واحد المجموعة ديال الفاعلين الجمعويين واللي ترتب عنها واحد التنسيقية ديال حركة دابا 2012 واللي كان لي الشرف باش انني نشتغل الى جانب عبد الحميد بشوقي، عزيز السادات، عبد المنبي، محمد الفارسي، بشير بيشي الحميد ومجموعه ديال الاخوان والاخوات. وكان انطلاقه الشراره ديالها من باريس، ثم كان الاجتماع في مدريد، بروكسل، وأخيرا الرباط والدار البيضاء شهر دجنبير 2009. درنا لقاءات مع المسؤولين الحكوميين، مع رئيس، مع الوزير الأول آنذاك الأستاذ عباس الفاسي، مع مسؤولين حكوميين، مع رئيس البرلمان، مع برلمانيين. كذلك كان عندنا لقاء مع الأحزاب السياسية. وصلنا لخلاصة الأمر هو أنه متابعة النقاشات والاتصالات من أجل آنذاك كنا نطالب بتفعيل ما جاء في الخطاب الملكي ديال نوفمبر 2005. جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وجاء الربيع العربي، وجاءت حركة 20 فبراير 2011، وجاء الخطاب الملكي ديال 9 مارس 2011 اللي قال فيه وقام بتشكيل اللجنة اللي اقتراحي دستور جديد. جاء دستور 2011 وتم فيه التفعيل ديال لا المشاركة التشاركية ولا السياسية ديال مغاربة العالم. إذن هذا جاء بفضل جهود ونضالات الحركة الجمعوية ولا السياسية ديال مغاربة العالم. حاليا التنسيقية اللي مشات للمغرب ومن خلال البيان الختامي ديالها بان انها ما حققت حتى شي ربح او شي نقطة من ديك النقاط اللي هبطات عليها. وبغيت نقول بان مسألة المشاركة
التمثيلية ولا المشاركة السياسية ولا المشاركة في مجالس الحكامة هي ما هيش في يد الحكومة ولا في يد الأحزاب السياسية، وإنما في يد الملك. لهذا فكان نختزلوا كاع جميع الطرق ونمشيو للقصر الملكي ونطالبوا بمقابلة أحد المستشارين ديال الملك، لأن مسألة التفعيل ديال فصول الدستور المتعلقة بمغاربة العالم فهي في يد الملك. ما نبقاوش دائما نضيعوا الوقت ديالنا. ف هذا النقاش اللي تحدث واللي خلقاته التنسيقية، وتتكلمنا على النقاش الإيجابي، فهو نقاش مهم، ولكن خصنا نستغلوه ونستعملوا هذا النقاش ونستثمره في النضالات المستقبلية من أجل تفعيل الفصول ديال الدستور، وكذلك من أجل وضع انتظارات مغاربة العالم في الأجندة ديال الدولة المغربية.